من إنارة المشاكل. كان عندك 21 عام مثل ما قلتي، وراجلك شافك إنه أنت انظلمتي. هو الشعب المغربي كامل موجود، والوطن العربي كامل موجود. حبايبي وإخواني كلياتكم، أنا سؤال واحد، كاين شي واحد في الدنيا، كاين شي واحد في الدنيا يقدر يوقف وجه أمه؟ طبعا كلكم غتقولوا لي لا، لأن ما كاين حتى واحد الدنيا واش أنت كتقدر توقف وجه أمك. طبعا لا ياك، ولكن محمد ترك أوقف بصفك إنك كنت على حق، وقلت أن أمي في يوم من الأيام غادي تعرف كل شيء، وكل شيء غادي يرجع مثل ما كان. صح، وكل العالم شاهد على هذا الشيء، على مستوى أنها خرجت وقالت عني عاق. عاقلين ياك، كنت كتجي تقولي لي، كنت نقول لك أنا غادي نعرف نحل المواضيع. أنا شفتك وحطيتك في قلعة صورها عالي، ما كنت نخلي حتى واحد يقدر يقيسك أو يهدر عليك. أنا اللي كان كيقول عنك كلمة كنت كنرد عليه جوج، وأنت عارف هذا الشيء، بس عمري ما حليت ودنيا، وعمري بحال ما كتقولي كان كيجيك تصاور وكيجيك فيديوهات وراجلك كيفعل وراجلك كيخونك عشان. لأنه أنا قلت لك إياها وطلعت بالعلن وقلت اللي عنده شي حاجة على الترك يحطها. الترك ياخذ تليفونات يحطهم في الريسبسيون. وش الريسبسيون يعني؟ أنا ها يلا خذينا التليفون نمشي في نفس الفيلم، خذيت التليفونات وخلينا لها في الريسبسيون، والريسبسيون ما كيعرفنيش. ورا خاصني نكون في هذيك اللحظة اللي باغي نديرها ضارب جميع أنواع خمور مخدرات بزاف ديال الأمور باش يمكن نقدر نفكر في هذا الشيء، ولكن اللي عقله صغير يقدر يضيق هذا الشيء. مثل ما واحد عنده 2004 مع 2005 يقدر يجيبك من الفنادق ويجيب أهلك في نص الليالي ويمشي ياكل شلاضة ويشرب قهوة. شو ما والله العظيم شو